مشاهدينا ما زلنا مستمرين في متابعة العملية الانتخابية وجولة الإعادة من داخل غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، والآن معي العميد أشرف عبد العزيز مسؤول عن متابعة الحالة الأمنية بمحافظة الجيزة. أولا برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كلمني أولا كده عن دور الغرفة، شايفة قدام حضرتك أرقام وأسماء أيضا اللجان. تمام. إحنا دور الغرفة التأمين الجيد والمتابعة لقوات التأمين لعناصر القوات المسلحة على مستوى محافظة الجيزة بالمراكز بتاعتهم باللجان بتاعتهم بمشاكلهم، وده طبعا بالتنسيق الجيد مع قطاع مديرية أمن الجيزة. كان هل وصل أي مشكلات أي حالات ليكم هنا بالغرفة؟ أكيد طبعا بيبقى في بعض المشاكل بس بنحلها في الحال، ولحد الآن تعتبر مشاكل بسيطة مش معقدة. يعني زي إيه مثلا؟ بعض المرشحين بيحاول إن هو يعمل تأثير على العملية الانتخابية، وبيجينا البلاغ والقوات بتتوجه وبتتحفظ على اللي بيحاولوا يتلفوا العملية الانتخابية. يعني بيتم التوجه بالفعل لمكان فورا من قبل الجيش ولا الشرطة؟ الجيش والشرطة. يعني هل مثلا حسب الحالة بتتطلب ولا انتوا بتحددوها على اساس ايه؟ بنحددها بناء على البلاغ اللي بيجي لنا من اللجنة نفسها، ان احنا في عندنا قوات تأمين هم اللي بيبلغونا، وعلى الفور احنا بنبلغ المستوى الاعلى وبيدينا قرار ازاي ان احنا نحل المشكلة دي. مستمرين على مدار ال 24 ساعة؟ ال 24 ساعة من قبل الانتخابات بيوم وبعد الانتخابات ان شاء الله بيوم. بشكر حضرتك جدا، واحنا برضو ان شاء الله مستمرين معاكم في متابعة العملية الانتخابية وجولة الإعادة. وكان هذا لقائي من داخل غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، وعودة مرة أخرى لاستوديو الحياة. شكرا للزميلة نشوى الشريف التي تتابع سير العملية الانتخابية في محافظة الجيزة.